والسيدات والسادة المنسية أعضاء العمل، السيدات والسادة المنسية المجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء قسم الإعلام، حضور كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول في البداية أشكر جميع الحاضرين على تلبيتهم دعوة المجلس الوطني للصحة الاجتماعي والبيئي في مشاركة فعاليات هذا اليوم الدراسي الذي خصصناه لدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجزائر. يندرج هذا اليوم في إطار سلسلة من الندوات التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال فترة ممتدة من بين 18 من شهر اليوم إلى غاية 7 من شهر يوليو السنة الجاية، حيث ستتطرق مجموعة الندوات المبرمجة لمواضيع فرضتها المتغيرات العالمية الراهنة بشكل خاص. ستتطرق هذه الندوات إلى موضوع الشراكة بين القطاعين العام الخاص والذي نتحدث اليوم هذه السلسلة، ومواضيع أخرى متعلقة على وجه الخصوص بصناعة شبكات الكهرباء والماء والغاز والاتصالات في بلادنا والفرص زاد بشكل فرص متاحة لتصدير هذا الدور التقني هذا، لا سيما نحو السوق الإفريقية ومعالجة النفايات وأنماط تمويل بديلة للمشاريع والمؤسسات، كنمط السياحة التشاركية في إنجاز المشاريع أو ما يعرف بـ جوينت فينشر، سوسيتي ميكس، وكذا السياحة التعاقدية البديلة مثل نموذج عقود الدولة، لو كونترا ديتا. بالإضافة إلى مواضيع أخرى كالصناعة الشركية وغيرها من المواضيع الساعدة التي تشكل فرصة اقتصادية متاحة في بلادنا وتبع علينا استغلالها لتحسين المشروعات وكذلك لإنتاج أخطار متعلقة خصوصا بالفئة المحلية الدولية أو التحسين الدولي والذي سيكون في البلد أموال باهظة وربما لا قدر الله غاية تحمل عقبها. سيدات والسادة الأفاضل، ترمي هذه السلسلة من الأدوات إلى تسليط الضوء على بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تساعدنا على فهم صحيح ودقيق للأزمة المتعددة الأبعاد التي يمر بها العالم اليوم وبشكل خاص في الجزائر، كما أن الضغط الصحي الذي سببته جائحة كوفيد-19 أدى إلى بروز وتغييرات وتحديات جديدة لم تؤخذ بالحسبان في الماضي القريب. كتوقف حركة التنقل الحر للأفراد والسلاح والخدمات ورؤوس الأموال، وهي متغيرات بدأت تؤثر بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف دول العالم، وهذا ما يحتم على جميع الدول والجهات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة مراجعة خططها التنموية والنماذج الاقتصادية السائدة حاليا، لا سيما في عدد من القطاعات التي تعاني من عجز كبير في الموارد المالية والبشرية. فقد عززت هذه الأزمة الصحية التي نعيشها على سبيل المثال من دور الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاديات ودعم الابتكار في مختلف القطاعات. إن هذه المتغيرات التي طاقت جراء جائحة كورونا تدفعنا في الجزائر إلى الانخراط في ديناميكية العالمية الجديدة من أجل التغلب على آثار الأزمة الحالية والمساهمة في البحث عن الحلول والإجراءات الملموسة التي تسمح لبلادنا بالتكيف مع النماذج الجديدة التي ظهرت في الأرض. سيدات والسادة الأفاضل، نتناول هذا اليوم الدراسي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وإن كان غير جديد إلا أنه يعد أحد النماذج الاقتصادية المكملة للنماذج الكلاسيكية التي تعتمد في الدرجة الأولى على موارد الدولة في تمويل المشاريع التنموية ومن أبرزها قانون الصفقات العمومية، كما تعزز الأزمة الاقتصادية المترتبة على تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وخاصة بالنسبة لبلادنا ضرورة الاعتماد على نماذج أخرى من أجل الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والمؤسسات، حيث تعد مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإنجاز واستغلال منشآت تعود ملكيتها للدولة أحد الحلول الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وكذا ضمان موارد مالية للمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. غير أن نجاح تطبيق هذا النموذج المعقد نوعا ما يتطلب توفر جملة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها توفر الإطار القانوني والتنظيمي المناسب، وكذا توفر ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البيئة المحفزة للإيكوسيستم على الشراكة وغيرها من الشروط.
ومن هذا المطار فقد عمل المجلس على إشراف خبراء دوليين من مستوى الأول في العالم لتنشيط هذه الدراسة، والذين نتوجه إليهم بالشكر على قبولهم المشاركة معنا عبر تقنية التحاضر المرئي، ونخص بذلك بروفيسور مارسيل بوري من كندا، وبروفيسور ستيفان توسي من جامعة سوربون بفرنسا، والخبير الدولي في هذا المساء دافيد باتشتر في الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتور جيفوني بونتوما يوكونو رئيس مجلس الشركة بين قطاعي العام الخاص بالكربون، والسيد عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشركة بين قطاعي العام الخاص بتونس، وهم أختلف فيهم الأعراب عنها. وسيشارك معنا أيضا وكيل ضيف شرف بعد قليل الخبير الدولي المختص في الشؤون القانونية خورخي مارتي مارتينيز موريو من مدريد، وهو رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ومسؤول ذلك من مدريد. كما سيتطرق اليوم هذا اليوم دراسة التجربة التدريبية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونخص بذكر التجربة الجزائرية المعروفة في الطاقة وأيضا في تحلية المياه، وكذلك التجارب على مستوى المعنى. إذ أشكر المديرين العامين لهذه المؤسستين بناء بجاية وكذلك محطة التحلية على قبولهم المشاركة في تنشيط أيضا هذه الندوة، ولا يسعني في الأخير إلا أن أجدد شكري لجميع المشاركين مرة أخرى على الحضور، وأتمنى أن تكون جميع الظروف التي وفرها المجلس الوطني الإسلامي الاجتماعي عاملا مساعدا لإنجاح هذا اليوم الدراسي، وكذلك تغذية مشروع القانون حول الشراكة في العام الخاص لأنه تدور على مستوى وزارة المالية بمختلف الأفكار التي تنجم عن هذه الدولة. كذلك أتوجه بشكري أيضا لطلبة الدكتورة الحاضرين معنا والقادمين من عدد من الجامعات وطب والمدارس الشرعية أيضا، وهو ما يجدون إرادة من أجل تنظيم أدوات أخرى راح يشوفوها يسيرين في سينما دكتور ليون سيجيون والعمل على جائحة فعالة تساهم في إيجاد حلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا التي فرضتها تغيرات العالمية الرهيبة. مرة أخرى شكرا لكم، شكرا على الوقت الذي خصصته لنا في هذه الجهد اليوم، وأعلن رسميا عن افتتاح فعالية هذا اليوم الدراسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.